بالعلم بذل الأدب تنال أعلى الرتب عشت حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلينكيا نجين ربي إسن الرهاجراتو هلكن أرقاكني هلكن كلانيشن جيافريسو waggaa 1437 isa keessatti agartanii kitaaba Buluughal Maram hiikko isaa afaan Oromootiin eegalla. Osoo hiikko isaatti hin seennen duratti ulamaan hedduu akkuma as dura dabarsine hedduu ilmii diinii ilmii shari'aa kanatti yaaddanii jiranii waan guddoo ni dhiisanii jiran. إن العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في الحديث على جهات شتى وأنقرقرات كتابة ولك بنيجرا سنرى نمن قرين باب الرتكاه باب طهارة باب كنا الرتكاه قرين أمو أقرتني مقاسها باب الرتكاه يعني قرين مصطلح حديثا كاين ور بابتي باب أقرتني طهارة صلاة akkasumaan agartanii ammas baaba soomaa hajjii jedhanii akkasi baaba kaayan kanarra kitaaba kennaa Buluughal Maram kana. Buluughal Maram kun ka'een nuti lilxaafid Ahmad ibni Cali ibni Hajar Ilasqalaanii rahimahu llaahu tacaalaa. Ahmad ibni Cali ibni Hajar Ilasqalaanii ka jedhamu xaafida ulamaa guddaadha. Ammallee agartanii inni kuni akkuma as dura illeetu agartanii dhaloonni isaa wulida fi 18 fi min shacbaan sanata inni shacbaana keessa waggaa 773 hijiraa irraa dhalate. Ilmi baradee ilmi agartanii haga barsiisuuf haga kitaaba allafuun rabbiin isa ga'e. Sheyni kuni rabbi rahmata isaa godhu Alhaafidh ibni Hajar Alimaamu Alhaafidh ibni Hajar rahimahu llaahu tacaala ألف هذا الكتاب المبارك كتاب بركة كان نولدت قبيه كتاب نكون إنني بلوغ المرام من أدلة الحكام. إني كتاب بلوغ المرام كجل أبو ولدت نقبي وهو كتاب مختصر. إني كتاب قباب السميجر هاتي مليها قبابا اللي تيوفا إدا قد إسا كيس جرا نمنهدو أقرتني شرحي إساتي آبتني جراني نمن هدو أقرتني تعليفة كنردت أقرتني وان إن ألا في كتابة إساء كنردت شرهي يقول أني جرن. إني كوني ربي الرحمة إساء أقول أكنا جري خطبة إساء قال لأما الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. ابن حجر أكنا جري كتابة إساء بلوغة كنا كيستي الحمد لله فارون كربيتي قالني كربي أقرتني نعمة تولى ظاهرة اللي تولى أقرتني ظاهرة كان جبتو في تكيسة اللي نتي أولي أما اللي قديمة وحديثا تولى أقرتني درانيتي في أبو تكينا في أما سنتي أولي الرت اللي قالني كإساتي إلو كتابة وفي أقرتني فارو قالت ربيتين إيه قالو ماليف. ابتدأ الكتاب بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل قرآن ربي تتي الأموف قرآني أولي أقرتني واني قرآن التكايمي فاتحة فاتحان سورة قرآن كيسا دلت بوت اللي تهو لبدو قرآن الرتي أكا كتبا يوكاب الرسا قرآن الرتي أول جرتي قرآن سنتي الأموف أقرتني الحمد لله جتشون إيقالي
كناف أجرتني أما اللي أجرتني وني فارو ربي كان أن إيقالي مالين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصابه خطبة الحاجة التي يخطبونها في مقدمة كل حاجة وهي مبدوءة بالحمد لله. رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابة في كبر سيستي خطبة حاجاي وأقرتني سو بربادا فارو ربي تين إيقلا أما اللي خطبة في أكثم فارو ربي تين إيقلا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ولما أني مرتنو كان ابتداء العلماء رحمهم الله تعالى كتبهم بذلك فارو ربي كانان إيقلني إسان كتابة في بنان يو دبتن علماء نمرتن اي ابان كتابة كوني ما جري اكوان مجن الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قلنك ربيت قلنك ربيت نعمة ذات ظاهراتي في باطنة إردت اللي كما ربي قف قلن قلنك ربيت كل حمد لله والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم حمد فارون مرتنو قلن مرتنو كربيت واني فارفماته مرتو أقرتني قوتون كربيت جال الأولين كبجا قد ربي كن ولين قالونا من مرتو إما فارفما ربي إنك إنك قلتات يروم را أقرتني كما قلتات ربي إنك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل ربي رسوله في تمالج جري فارون كربي أقرتني إلما لين تاسفة كشريكا ليهن قمن موت ما كيست كايزا نمني اغرتني غديك ابو الله هنجر سيفت غارين كما ربيتي لله جتشون اغرتني ربي ما بيتش ربي ما قفتو حق اقول اتجتشو ايه اله جتشون لله الله جتشون كن امو مالين ربي انكينا قبر ما جتشو اسم ليك قبر مهنجر فإله بمعنى مألوه إله جتشون مألوه معنى مألوه مألوه جتشان معبود محبوب معذم ربنا قرتني قبر ما جالت ما كبج ما سني أما جتش إساء قرتني قبر ما جتشون أن معنى الإله المعبود حقا إله جتشان كهك أن قبر مربي مليه انجر جتشو وقوله على نعمه الظاهرة جتش أبان كتابا ابن حجر جل ربي رحمة إساها قلو نعمة إساها تظاهرة جتشو مال فيشمل جميع نعمه الدينية والدنوية مرم أقرتني تول ربي كأنه أفكيس ساقب تدنياتي في تدينة اللي تقبا كنا ملت فتكيسال ظاهر جتشون تقبا مال ما يظهر للناس وانما افكان قالوا وان افما كانت ارقل باطنا جتشون امه وانما جلالكته والنعم هي الاطايا التي يمن بها الرب عز وجل على عباده تولى جتشون مال كنا ربين تولى اوليك ان قبروته في ارت افرادون ربي مجر ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سورة لقمان أقرتني آية دقدمة كيست هم بيت ربي وأمر أقرتني سماوات في أرض الله إذن لافزه طلعوا في الله إذن تقدر أنقلاز نعمان ظاهرة تيفي تقباك ناتي في تكيسات جل أم تتني تأغرتني ملأتو في تمعناتني مال فالنعم الحسية تظاهراتني ما يكون ظاهرا محسوسا هما كانت تأرقنيني ما قباكنا
ما لنزل كالطعام والشراب واللباس والسكن والنكاح نيان اللي لقات اللي وفن اللي من أرقات اللي أما اللي ورق أبات اللي كان فكات اللي نعمة ظاهرة جلمتي نعمة كيسة عم مال كالعلم النافع الذي ينشر صاحبه بين الناس زين لنا حقيقة تتملتو تنمت أغرتني ربي علمي فايدي إذا كنن نما لما اتفت آسو نما أغرتني كن نما برسيس ويكون إماما للناس في التعليم والفتوى وغير ذلك كن الليل إمام أغرتني كيساتي في تدوبان لجل أمتي علمي برسيسي أغرتني يتشون كن ونعم باطنة نعم كيسة أمو تباطنة أكم قلبي إنما تلو ربي تديبو كيسة ربي صدات شول أما اللي جت أبا كتابا جد أغرتني قديما وحديثا قديما جت مال سابقا تدران ترت اللي تلئزا حديثا تدوبان رفت اللي تلتني مرتنو ربي الرأي تنرت ربين أبا غلطات وقوله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه جتش أبان كتابا جت والصلاة والسلام صلاة في سلام الله على نبيه نبي إسا ورسوله إرقا إسا إرت محمد محمد كتين سر وآله وصحبه والرئيسانيت في صحابة إرت اللي هاجراته جت نمني قليل مال جن مال إني سلواني أقرتني رسول الرب وزر كأنك تقول اللهم صلي وسلم أكوان أقرتني رسول الرب سلوات أبوفته يا ربي نقايا في رحمة الرب وزيتت وأحسن ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واني قارين أقرتني تفسير صلاة رسول الرب بوزن كني مالي وجدا مال جن لمن أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى سلان ربي كأني ربي كأن رسول الرب بوزن مالي ربين أقرتني ملائكة سنبلت إذا دبتشو هالا وان قاري ربي إذا دبتشو تويو نقيني ربي كنجتشو نمني قارين أمو صلوان نكوني معنا أمان إساتو رحمة الأجال كوني قارو سيامي تجان أولمان مالي في جنان ربي يو دبتو صلاة في رحمة أدام باسي دبت أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورا قرتني سبيك أبو صلاوان الله رحمن الله إسان الرجل رجل صلاة رحمن يكون معنا إساء أدان تيو كبجان كناف ما جرى علمان الصلاة هي رحمة قاصة فوق الرحمة فوق الرحمة التي تكون لكل أحد سلاني رحمة أدى أقرتني أدات كرحمة كاني ولفكان أكا إذن بينو ملينو هاتيو ملي هاكا نجنو ملي سلاني معنا رحمة أدات يا جنو ملي القول لأن لكن القول بأن أثناء بأنه بأنها ثناء الله إلى عبده في الملأ الأعلى إذن تني سلاني رب قبروت وملائكة في سنبرت إذا دبت وجدت كوني اختاره كثير من المحققين رحمهم الله ولما نهي الدور أقرتني حديثة إرنا مهدو كان في ليه كانت معنى صلاة كان جان ربي الرسول أفي أقرتني ملائكة الآن تسن كيسة دبتش وجدتش كان ولما نهدو كان جان معنى صلاة كان معنى سلامة هما لن فهو السلام من كل آفة هما بديوان آفات تهمال الرأي أقرتني نقايبه والرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته سالم رسول لي إيقظوا أنوان مررنا نقايبه نجلا أما جلو إساني كيسة أكبنا ماري بمنيرة كون تكو تكو إسان مدتشو دنديتي ربين أجل إساني قدتو ربين أجل إساني قدسو على نبيه على نبيه ورسوله نبي إساء الرت نبي يتشم مال فالرسول نبئ أولا ثم أرسل ثانيا نبي يتشف رسول يتشم كن مال نبيين أول أغرتني نبييتين مش إيقاس إرقام
رسولي عليه الصلاة والسلام سورة نقرأ قافة التبوت نبي قافة سورة مدثر التبوت أمو رسولة كناف وللرد أقرتني نبي في رسولة اللي وللرد دبتن نبي يجتون نما أقرتني أدور رب الرأي تلفته نمتقى السوف أقرتني رسولة جتشون أمو مالي رسولة إساء إرقما إساء إرت اللي هاجراتو إرقما إساء مرسله إلى ورسولة جتشمل إيه مرسله إلى الثقلين رسول ربي أقرتني إرقما إساء كان ما في جنة اللي إرقمي فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الإنس والجن منذ بعث إلى يوم القيامة قافك فمن رهق يا قياماتك رسول أقرتني ربهن جني في نمت اللي إرقجر واني ربي الرسول إساتي في رسول إساتي في أقرتني ربي إساتي يعني ربي تركزونكني كبجاء إسانيد أما محمد يتشم مقى رسولاتي عليه الصلاة والسلام محمد لأنه صلى الله عليه وسلم حمده ربه سبحانه وتعالى رسول أقرتني ربي محمد يتشم فارف مالا رسول لي فارف مربي برت ور دراتي فور بودا برت اللي رب انقافة اقرتني درجة قد داك النسان اللي رسول لي وياك يا مال ليه فارف من اي مكان محمد جتشوكني ار مكان رسولة بيكمان كان قرآن كيستي بك افريت الفجر محمد جتشوكني احمد جتشون امو بك متقوت الفجر يتشى نبي الله إيساء الراء ربي انقذين وهم سورة سفل قزد وآله وصحبه أكنا جبان كتابة وآله وصحبه والرئيساتي في صحابة إيساء الراء الله نقايا فرحمني ربي سني حاجرات ولا أتباعه والرئي رسول جل ديم الله فمن هم آله والرئي رسولة كن نقايا الرهاجرات جن كن إنهن لأن آله قرابته والرئيساني تأقرتني والرئيساني كعمل ونحن لا نصلي على آل الرسول الذين ليسوا بمؤمنين نور مؤمنا انتهي ور رسولا إن رد تأقرتني ور رسولا تهي في اللينا قيلنا إسر رد تنبوه آلهم المؤمنون ور أقرتني آلهم المؤمنون من قرابته آنا رسولا تجد شمال ور رسولا أقرتني إسانت أمني أنا إسانيت آل النبي هم أتباء ملته من العاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي على رسول أتجتشن ما رسول جلديم أجم الراتي سودان الراتي عرب الراتي وسوك أقرتني آل برسول أكبر رسول الرأل على تتك صلوات أبو سنتاتي أبي لهبين اللي جلتها سن اللي هندكبا لما أمني قفر ربعا وصحبه صحابة رسول الرأللي نقين نهاجرات صحابة جدش مال أنهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به نمني رسولة أمني أقرتني رسول أول غير رسولة أمني ومات على ذلك سن الرتب أمرتن والرئيسانين إيه نجيني ور إساني تيفي ور أقرتني صحابة إلى اللي هاجرات يجو أما اللي أقرتني ما جلبان كتابة الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا ور ديما أقرتني تمسدين إساك يسد سيرا حثيثا جمال ديم سجد جبا ديما ور ديم سجد جبا ديما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة من بعدهم أن يشكروهم صحاب رسول ربي والربودان في مرتو إسان قلتهم فتشوقب ماليب لأنهم صاروا في نصرة دينه سيلا حثيثا إسان تزيم سجبا ديما ننك إسان تتمسان لابا تنجلوا جاهدوا في الله وحاجروا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا كرا ربي تتلولا قندوا في ديسا أجيسني أجيف من قند أفي الرائع فن
أني أماني أغرتني بهم والتاريخ شاهد من ذلك تاريخني أغرتني كان رقابيا تاريخني إساني نمي تاريخ إساني بيكون بيكا ديم سجبا ديم معنا سيلا حثيثا جد جمالي سيلا سريعا ديم سجبا أغرتني لافني كي سنجر ديما وعلى أتباعهم أما اللي ور إسان هردو في أغرتني ورفانا إساني ديم اللي نجيني ربي الهجرات من بعدهم اي اتباع كل من سبق بودور اغرتني دوبان دفه فيدخل في ذلك اتباع الرسول واتباع الآل واتباع الصحب اما كان مالفا كيزين فيدخل في ذلك اتباع الرسول ور رسول هردو في اللي ور آل إساني هردو في اللي اتباع صحابة إساني جلد يمل وقوله الذين ورثوا علمهم ور علمي إساني الآل يا ربي من بعدهم ورث علمهم من بعدهم ورث علمهم إنما بود إساني علمي إساني الآل علمي إساني الرافلة والعلماء ورثة الأنبياء علماء الآلة أنبياء أكما رسول ربي جعل عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء علماني قالت أنبيات حديثة كان إنه تباسي وجدت أبو داود ترمذي ابن ماجه ورسولنا تباسي حديثة أقرتني إن العلماء ورثة الأنبياء يعني كان لكنهم قد ينتفعون بهذا الإرث وقد لا ينتفعون به هاتي وهال ألم ملي أقرتني قرين اتفيد من قرين اتفيد مول أبو لن مل لأن الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافي والأنبياء وان بلانا من لا جبن من لك أنا من لا جبن علمي تلنا من أجل تلنا من أقرتني فلت قوضة قد أرقت فلت علمي مالي لألت أنبياء وان أنبياء رأى الآلان جيتشو وان أنبياء رأى الآلان وان جابدون مالي علمي تنجدتو لم نتلقوا لبي وجر اغرتني وفيرك تجدتو ور اغرتني اذا لقيت عالتو يو القرآن حجة لك او عليك قرآن اغرتني رقاكيتي وكير رقاسي رتبع الرسول ربي عليه الصلاة والسلام حديبني كمسلم إن العلماء ورثة الأنبياء قالت أنبياتي والعلم والسبب العلماء الموصوفنا بالعلم الصحيح النقي والعلم دقاء قرتني قل كل رسول الرهل افتسن فلت العلماء العاملون بعلمهم علماء علمي إساني تتدلقل كان علماء قرتني علماء جمع العلماء الناشرون لشريعة الله ورع قرتني شريعة ربي نمت فجأسا العلماء الداعون لدين الله ورع قرتني ديني ربي تتنا مواما العلماء المجاهدون في سبيل الله علماء أقرتني أنبياء على السني علماء كلا ربي تجي هذا قوان نمني أقل آل والي رأى الآل سنة تدرق وقبة وركب أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه الذين ورثوا علمه هم الذين جمعوا بين العلم والعمل والدعوة ور أقرتني رسول هردفا صحابة رسول ربي جل ديمني علمي على السني ور علمي في دلقة في دعوة لي ولتقبته قوله أكرم بهم وارثا وموروثا أكرم بهم جدت مال مالتو أكنت أقرتني إسان كبج ما أكرمهم وارثا وموروثا لا في الكسال لي مالتو أكنت أقرتني إسان كبج أكرم بهم وارثا وموروثا كل إنسان أجابوا أقرتني أكرم بهم أن كرمهم عظيم كبجان إساني قد فما أكرم الوارث وهم الأنبياء ما وهم العلماء فما أكرمهم الوارث وهم العلماء وما أكرم الموروث وهم الأنبياء ما تؤكنت الآلاء كان اللي كبجي أقرتني علماء ما تؤلم اللي كبجي أقرتني أنبياء سننجتش والمراد العلم الذي خلفه الأنبياء
ما هو ظاهر، أما العلم الذي يحصل بالتجارب ويحصل بالتقدم الصناعي فهذا ليس محمودا. مراني علمي أقرتني أنبيوتر رأى الألنساني علمي دنيا تيمتي، علمي دنيا تيمتي أقرتني علمي أنبيوتر رأى الألنساني مراني درسي نطاف أقرتني بلوغ الرائي قال لي أسمت الأبتي هذا درسي إتأنت والتدابنتي هل كنتن نتدراتنا هل كالموتي نقا والتدابنتي نغيت نوترا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى ورسوله يتمن أي مرسله إلى الثقلين رسول ربي أقرتني إرقما إسا كان ما في جنة اللي إرقمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الإنس والجن منذ بعث إلى يوم القيامة قافك فمن رهق يا قيامات رسول أقرتني ربهن جني في نمت اللي إرقية وني ربي الرسول إساتي في رسول إساتي في أقرتني نبي إساتي يعني ربي تركزونكني كبجاء إسانيت. أما محمد يتشمك رسولتي عليه الصلاة والسلام محمد لأنه صلى الله عليه وسلم حمده ربه سبحانه وتعالى رسول أقرتني ربي محمد جتون فارفا مالا رسول لي فارفا مي ربي برت ور دراتي فور بودا برت اللي ربي قافا أقرتني درجة قد داك النسان اللي رسول لي وياك يا مال ليه فارفا من اي مكان محمد جتوكني إر مكان رسولا بيك من كان قرآن كيستي بك أفريد تلفي جرى محمد جتون كن أحمد جتون أمو بك متقوت تلفي جتشن بي الله إيسا إرى ربي انقذين وهي مصورة سفي قزد وآله وصحبه أكنا جبان كتابة وآله وصحبه والرئيساتي في صحابة إيسا إرى الله نقايا فرحمني ربي سني حاجرات ولا أتباعه ور رسول جل ديمل فمن هم آله ور رسولا كن كان نجين الرهاجرات جن كن إنهن لأن آله قرابته ور إساني تأقرتني ور إساني كأمني ونحن لا نسلي على آل الرسول الذين ليسوا بمؤمنين نور مؤمنا تهي ور رسولا إرد تأقرتني ور رسولا تهي في اللي نجين إسرد تنبوه آلهم المؤمنون ور أقرتني آله والمؤمنون من قرابته أنا رسولا تجد شمال ور رسولا أقرتني إسانت أمني أنا إسانيت آل النبي هم أتباء ملته من العاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي على رسول أتجدتنا ما رسول جلدهم أجم الراتي سودان الراتي عرب الراتي أسوك أقرتني آل برسول أكم رسول الرأل على تتك صلوات أبو سنتاتي أبي لهبي نلي جلتها سن الله لكبا نما أمني قفر ربعا وصحبه صحابة رسول إرالي نقين نهاجرات صحابة جدت مال أنهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به نمني رسولة أمني أقرتني رسول أول جاي رسولة أمني ومات على ذلك سنر رتد إمرتن والرئيساني إيه نقيني والرئيساني تيفي ور أقرتني صحابة إلا اللي هاجرات يجو أما اللي أقرتني ما جلبان كتابة الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا ورد من أقرتني تمسدين إذا كيست سيرا حثيثا جمال ديم سجد جبا ديما ورد ديم سجد جبا ديما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة من بعدهم أن يشكروهم صاحب رسول ربي ورّبوا دان في مرتو إسان قلتهم فتشوقب ماليف لأنهم صاروا في نسرة دينه سيرا حثيثا إسان تزيم سجبا ديما نمنك إساني تتمسان لابة تنجر جاهدوا في الله وحاجروا في سبيل الله
وقاتلوا وقتلوا كرا ربي تتلولا قندوا في ديسا أجيسني أجيفمن قندوا في إراء أليفن ألي أماني أقلتني بين والتاريخ شاهد من ذلك تاريخني أقلتني كان رقابيا تاريخني إساني نمي تاريخ إساني بيكون بيكا ديم سجبا ديم عنا سيلا حثيدا جمالي سيلا سريعا ديم سجبا أقلتني لا فيني كيس نجيب لديما وعلى أتباعهم أما اللي ور إسان هردو في أقلتني ور فانا إساني ديم اللي نجين ربي الرهجرات من بعدهم أي أتباع كل من سبق ودور أقلتني دوبان نفي فيدخل في ذلك أتباع الرسول وأتباع الآل وأتباع الصحب أما كان ما الفاق كيسين فيدخل في ذلك أتباع الرسول والرسول هردو في اللي والرآل إساني هردو في اللي أتباع صحابة إساني جلد ديم اللي وقوله الذين ورثوا علمهم ور علمي إساني الآل يا ربي من بعدهم ورث علمهم من بعدهم ورث علمهم إنما بود إساني علمي إساني الآل علمي إساني الرافلة والعلماء ورثة الأنبياء علماء الآلة أنبيات أقم رسول ربي جعل عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء علماني آلت أنبيات حديثة كان إنه تباسي وجدت أبو داود ترمذي ابن ماجه ورسولنا تباسي حديثة قلتني إن العلماء ورثة الأنبياء يعني كان لكنهم قد ينتفعون بهذا الإرث وقد لا ينتفعون به هاتيو هالا لما لا يقتني قرين اتفيد من قرين اتفيد ملأب لن مل لأن الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واف والأنبياء وانبلان من لا جبن من لك أنا من لا جبن علمي تنم الأجثة لمن أقتني فلت قوضة قد أرقت فلت علمي مالي قالت أنبياء وأن أنبياء الرأل آلان جدتو وأن أنبياء الرأل آلان وأن جبدو مالي علمي تنجدتو لم نتلقوا لبي وجل أغرتني وفي ركة جدتو ورأ أغرتني إذا لقيت آلتو القرآن حجة لك أو عليك قرآن أغرتني رقاكيتي وكير رقاسي رتلاج الرسول ربي عليه الصلاة والسلام حديثني كمسلم إن العلماء ورثة الأنبياء آلت أنبياتي والعلم والسبب العلماء الموصوفنا بالعلم الصحيح النقي والعلم لقاء قرتني قل كل رسول الرهل افتسن فلت العلماء العاملون بعلمهم علماء علم إساني تتدلقل كان علماء قرتني علماء جمع علماء الناشرون لشريعة الله ورى قرتني شريعة ربي نمت فتعاسا العلماء الداعون لدين الله ورع قرتني ديني ربي تتنا مواما العلماء المجاهدون في سبيل الله علماء قرتني أنبياء على الزني علماء كلا ربي تجهاد قوان نمني قال آلي والي الرال آلي سنة تدلقوا قبا وركب أن أطباء النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه الذين ورثوا علمه هم الذين جمعوا بين العلم والعمل والدعوة ورع قرتني رسوله هردفا صحابة رسول ربي جل ديمني علمي على السني ور علمي في دلقة في دعوة لي والاتقابته قوله أكرم بهم وارثا وموروثا أكرم بهم جد شمال ما تؤكنت أقرتني إسان كبجي ما أكرمهم وارثا وموروثا تعالى في الاجتسال لي ما تؤكنت أقرتني إسان كبجي أكرم بهم وارثا وموروثا كل إنسان أجابوا أقرتني أكرم بهم أن كرمهم عظيم كبجان إساني قد فما أكرم الوارث وهم الأنبياء ما وهم العلماء فما أكرمهم الوارث وهم العلماء وما أكرم الموروث وهم الأنبياء ما تؤكنت الآلاء كبجي أقرتني
علماء مالت العلماء اللي أقباجي أقرتني أنبياء سنين جتشو. والمراد العلم الذي خلفه الأنبياء ما هو ظاهر، أما العلم الذي يحصل بالتجارب ويحصل بالتقدم الثنائي فهذا ليس محمودا. مراني علمي أقرتني أنبياء ترال على الزني علمي دنيا تيمت، علمي دنيا تيمت أقرتني علمي أنبياء ترال على الزني مراني درسي نرأف أقرتني بلوغ الرائع قال لي أسمت الأبتي هذا درسي إتعانتم والتدابنتي حلق أنتين نتدراتنا حلق ألموتي نقا والتدابنتي نغيت نترى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام. إن العلماء ورثة الأنبياء، علماني قالت أنبياتي حديثة كان إنه تباسي وجدتا أبو داود ترمذي ابن ماجه ورسولنا تباسي حديثة أقرتني إن العلماء ورثة الأنبياء جري كان لكنهم قد ينتفعون بهذا الإرث وقد لا ينتفعون به. هاتي وهذا لما لي أقرتني قرين اتفيد من قرين اتفيد ملأب لن ملا لأن الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافل. والأنبياء وأنبياء من لا جبن من لك أنا من لا جبن علمي تن من أجتن من أغرتني فلت قوضة قد أرغت فلت علمي مالي لألت أنبياء وأن أنبياء رأى الآلن جدشو وأن أنبياء رأى الآلن وأن جبدون مالي علمي تن جدشو لم نتلقوا لبيه وجل أغرتني أفيرك كتججو ور أغرتني إذا لقيت على توجو القرآن حجة لك أو عليك قرآن أغرتني رقاكيتي وكير رقاسي رتبه جاء الرسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث ابنك مسلم. إن العلماء ورثة الأنبياء لألت أنبياتي ور علمي والسبمي العلماء الموصوفنا بالعلم الصحيح النقي ور علمي لقاء أقرتني قل كل رسول الرهلوف تسنفلت العلماء العاملون بعلمهم علماء علمي إساني تتلقل كان علماء أقرتني علماء جمع علماء الناشرون لشريعة الله ور أقرتني شريعة ربي نمت فجأسا العلماء الداعون لدين الله ور أقرتني ديني ربي تتنا مواما العلماء المجاهدون في سبيل الله ولما أني أقرتني أنبياء على الصني ولما أكل ربي تجي هذا قوان نمني أقل آلي والي رأى الآلي سنة دلق وقبة ولقبة أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه الذين ورثوا علمه هم الذين جمعوا بين العلم والعمل والدعوة ورأى أقرتني رسوله اردفن صحابة رسول ربي جل ديمني علمي على الصني ورأى علمي في دلقة في دعوة لي ولتقبته قوله أكرم بهم وارثا وموروثا أكرم بهم جتا مال مالتو أكنت أقرتني إسان كبج ما أكرمهم وارثا وموروثا آلا في الاجتسال لي مالتو أكنت أقرتني إسا كبج أكرم بهم وارثا وموروثا كل إسان أجابوا أقرتني أكرم بهم أن كرمهم عظيم كبجان إساني قد فما أكرم الوارث وهم الأنبياء ما وهم العلماء فما أكرمهم الوارث وهم العلماء وما أكرم الموروث وهم الأنبياء ما تؤكنت الآلاء كان اللي كبجي أكرتني علماء ما تؤكنت الآلاء اللي كبجي أكرتني أنبياء سنين جتشو. والمراد العلم الذي خلفه الأنبياء ما هو ظاهر، أما العلم الذي يحصل بالتجارب ويحصل بالتقدم الثنائي فهذا ليس محمودا. مراني علمي أقرتني أنبياء ترال على الزني علمي دنيا تيمت، علمي دنيا تيمت أقرتني علمي أنبياء ترال على الزني مراني درسي نرأف أقرتني بلوغ الرائع قال لي أسمت الأبتي هذا درسي إتعانتم والتدابنتي
halkan teenna ta duraatana halqaa lamuutii naga walitti deebinutti nagayatti nu tura wa aakhiru da'waana ani alhamdu lillaahi rabbi alcaalamiin. Ya deemanii ilmii dhaalan suni warra cilmii fi dalagaa fi da'waallee walitti qabate qawluhu akrim bihim waarisan wa mawruusa. Akrim bihim jecha maalin? Maaltu akkanatti agartanii isaan kabaje? Maa akramahum waarisan wa mawruusan, dhaalaa fi dhaalchisaallee maaltu akkanatti agartanii isa kabaje? Akrim bihim waarisan wa mawruusa, kun isaan ajabu agartanii? Akrim bihim anna karamahum aziim, kabajaan isaanii gudda. فما أكرم الوارث وهم الأنبياء ما وهم العلماء, فما أكرمهم الوارث وهم العلماء, وما أكرم الموروث وهم الأنبياء. ما تأكنت الآلاء كان اللي كباجي أقردني علماء, ما تدعلم اللي كباجي أقردني أنبياء سننجدت. والمراد العلم الذي خلفه الأنبياء ما هو ظاهر, أما العلم الذي يحصل بالتجارب ويحصل بالتقدم الصناعي فهذا ليس محمودا. مراني علمي أغرتني أنبياء ترال على لساني علمي دنيا تيمت, علمي دنيا تيمت أغرتني علمي أنبياء ترال على لساني مراني. درسي نطلع فغرتني بلوغ الرائي قال لي أزمت الأبتي هذا درسي إتي أنتم والتدابيوتي حلقان تينة دراتنا حلق لموتي نغا ولت ديبنتي نغيت نوترا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما هو ظاهر, أما العلم الذي يحصل بالتجارب ويحصل بالتقدم الصناعي فهذا ليس محمودا. مراني علمي أغرتني أنبيوتر على لساني علمي دنيا تيمت, علمي دنيا تيمت أغرتني علمي أنبيوتر على لساني مراني. درسي نطلع فقرتني بلوغ الرائي قال لي أزمت الأبتي هذا درسي إتي أنتم والتدابنتي حلق أنتين نتدراتنا حلق لموتي نغا والتدابنتي نغيت نوترا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بلوغ الرائي قال لي أزمت الأبتي هذا درسي إتي أنتم والتدابنتي حلق أنتين نتدراتنا حلق لموتي نغا والتدابنتي نغيت نوترا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دابنتي نغيت نوترا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, الله رب العالمين.